معالي الوزير، هناك إذن انتشار أمني لمسلحي مناصري الشيخ أحمد الأسير، ما معلوماتكم حول هذا التحرك وما هي الإجراءات التي تتخذونها؟ الجيش اللبناني فوق والقوى الأمنية فوق، بس صرنا عايشين ببلد الإشاعات، كل بس تطلع إشاعة على بعد 10 أمتار بتتكبر الإشاعة. الموضوع انه كان في اساسا شقق موجوده، في شقتين موجودين كانوا طلاب المدارس يجوا من الجنوب يقعدوا فيهم. نعم. وكان بهالوقت وقت اللي شافوا انه صار عم يجوا عليهم كانوا مسكر، في اوضه واحده منهم كانت مسكره، انشغل بالهم لبعض الاشخاص انه هيدي ممكن يكون حزب الله وجايبين مسلحين. هذا الكلام طلعنا تأكدنا منه ما في شيء منه أبدا. الأجهزة الأمنية موجودة فوق بتحافظ على الأمن والنظام، وبقدر بقول لك ما في شيء أبدا. معالي الوزير، ولكن يعني إذا هذا التصرف والانتشار الأمني في منطقة، ما رح تعملوا شيء؟ يعني هل في توافق أمني على خطوات متخذة، خصوصا أنه معاليك كنت نوعا ما عالجت بطريقتك الخاصة المعهودة يعني الإشكالات السابقة والانتشارات السابقة للأسير، شو رح تعمل هلا؟ يعني عالجناها مرة، ويعني بقدر بقول لك التوبة، لانه بالنهايه كل ما صار وين وزير الداخليه؟ انا عم بقول لك هلا تدخلنا وانا عالجتها من امبارح، واليوم كفينا المعالجه وانتهى الموضوع. طلعت خبريات فرجيناهم انه الخبريات اللي طلعت مضخمه كثير، ما في منها من الحقيقه، بقى يطمئنوا المواطنين ما في شيء ابدا. بس بعد في انتشار امني، يعني مراسلنا هلا قالنا بعد في انتشار امني، انتشار مش امني عفوا، انتشار لمناصري الاسير. مش مزبوط، مش مسلح. هلا اذا قلنا مش مزبوط بيفتكروا انه الوزير عم بيدافع. لا مش مزبوط، ما في انتشار امني، والاجهزه ما في انتشار مسلح، والاجهزه الامنيه مع اوامر، كل واحد بيكون حامل سلاح بانزروه إذا ما بيوقف بيطلق النار عليه. ممنوع ظهور السلاح فوق. نعم. معالي الوزير، أمتى بده يجي نهار مثل ما حضرتك قلت يعني وزارة الداخلية تاخد قرار حاسم بموضوع أنه تحديدا بموضوع الأسير، يعني تحديدا بموضوع الشيخ الأسير، أنه كل فترة وفترة في انتشار مسلح، يعني قبل بوقت تدق له يعني نوعا ما أنه تفوت بمداخلة حوار، لا أو لازم تتاخد خطوات حاسمة؟ أنه امبارح كانت الشكوى منه هو، أنا اتصلوا فيه الأجهزة الأمنية والشكوى منه هو، الشكوى أنه هو عم يتشكى أنه في انتشار مسلح لبعض الأحزاب. بعثنا تاكدنا لقينا ما فيش، مش مزبوط، يعني الجو فوق بدي لك عايشين بقلق، بس هذا هو هي الحقيقه، بس ما في شيء. نعم، صحيح انه صار في نوع من احتكاك بين الجيش والانصار احمد الاسير؟ لا ما صار في بين الجيش، الجيش ما بيمزح بهالموضوع. كان في حديث وربما كانت شائعات مثل ما قلنا مراسلنا عن انه الجيش انسحب من المنطقه. الجيش انسحب وبيطلع انه ما في شيء، طيب لو في شيء كان الجيش بيبقى، الاجهزه الامنيه فوق بيعطيني، احنا فريقين بيعطيني لفوق، ما في شيء، عم نتاكد وبيقوموا بدوريات لنطمئن الناس اكثر من نطمئن احمد الاسير او نطمئن اي شخص ثاني. نحن بيعطيني لنطمئن الناس، لانه صار في جو من الهلع بين المواطنين. نعم، يعني العالم خافت اكثر من الشيخ احمد خاف او اكثر من اي شخص ثاني. نعم، يعني هلا منقدر نطمن المواطنين انه ما في شيء هلا بصيدا؟ ما في شيء بصيدا، واللي بده يغلط يتحمل المسؤولية. كيف بده يتحمل المسؤولية؟ شو خطوتكم؟ بتشوفي كيف بيتحمل المسؤولية. كيف؟ شو الخطوة يعني؟ يعني قبل غلطوا كثير، ما في كان تحمل، قبل صار في غلط ولكن لم يكن هناك تحمل للمسؤولية، كيف هالمرة الخطوات معينة اخذينا توافق سياسي عسكري معين؟ يعني اللي بده يغلط يعني بده يحمل سلاح وينزل فيه بعراضها بالشارع ويتحمل المسؤوليه. اما اللي من الكلام اللي بينحكى والكلام التحريضي والكلام الطائفي، خلي كمان القضاء يتحرك. كيف يعني؟ بيقطع مذكره توقيف طبعاً او طبعاً كيف؟ طبعا وقت وقت الكلام بيصير بيودي لفتنه طائفيه مين ما كان يكون، المفروض القضاء يقطع مذكرات توقيف، يعني على القليل يبعث يستدعيهم للاشخاص
وما اجوا بيعملوا مذكرات توقيف، والا ما في مجال. اذا ما صار استعمال القانون نعم. ما بنوصل للنتيجه. نعم معالي الوزير، بتاسف انه اقول لك هلا انه وصلتنا صور احمد الاسير وانصاره حاملين سلاح، شو رح تعملوا بهيدي الحاله؟ الاجهزه الامنيه فوق، والاجهزه هي بتتصرف وبتعرف اذا حاملين سلاح بدهم يتصرفوا، وهن بيعرفوا كيف بيتصرفوا، ان كان جيش وان كان قوى امن. كيف لازم يتصرفوا معالي الوزير؟ هيدا اللي بدنا نعرفه، يعني هلا نحن مأكدين انه في سلاح، نحن عم نقول لك هلا 100% في سلاح، عندنا صور في سلاح، شو رح تعمل؟ خدت المعلومات منك وهلا بنشوف كيف بنعمل، مش ضروري احكي على التلفزيون. نعم، لكن مع الوزير في حال اي تطور لا سمح الله امني رح يصير اكيد بنرجع بنتواصل مع حضرتك، ننتظر اي خطوه من بعد يعني، وكمان رح نعرض الصور فور ورودة او فور ما بتجهز على الهواء. انا بترجى ما منكبر الامور، ولا يمكن في اشخاص بتحب ان هيك كل مره والثاني انها تطلع على التلفزيون وتحكي. بتمنى انه يكون في نوع من الصمت التلفزيوني بمرحله ليساعدونا، اذا ما ساعدتونا بكل صراحه، مش بس بصيدا، الوضع الامني مش مرتاح. بقى اعملوا معروف ساعدونا بهالموضوع. نعم، شكرا لك معالي وزير الداخليه والبلديات مروان شربل.